لو اختلفت هذه النسيان، لو زادت كميتها أو تناقصت كميتها لاستحالت الحياة واستحال العيش على وجه الأرض. إذا وهذا من نعم الله عز وجل علينا. بالنسبة للغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي، يتكون الغلاف الجوي أساسا من أي غاز؟ درستم في النشاط العلمي هذا المسألة. الغلاف الجوي يتكون من ما هي الغازات التي تكون الغلاف الجوي؟ هذا كما تلاحظون على هذا الشكل أساسا النيتروجين أو ما يسمى بغاز الأزوت الذي يشكل حوالي 270 في المئة، يعني أكثر من ثلاثة أرباع من الغلاف الجوي، وعبارة عن أزوت. يليه الأكسجين بنسبة 20% أو حوالي الربع، ثم هناك مجموعة من الغازات الأخرى ولكن بنسب من نسبين جد جد ضعيفة، مثل ثنائي أكسيد الكربون والأربون وغيرها من الغازات الأخرى كالبخار الماء مثلا. وهذه النسب خلقها الله عز وجل هكذا لأن هذه النسب وهذه الخلطة هي السر في وجود الحياة على الأرض، وأي خلل قد يحدث في هذه النسب قد يترتب عنه مشاكل كالمشاكل التي نعيشها حاليا وهي تغيرات المناخ. التغير المناخي من بين أسباب وتغير نسب هذه الغازات، وخاصة هذه الغازات التي تتواجد أصلا بنسب ضعيفة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي لا تتعدى نسبته في الغلاف الجوي 0.03%، وهي نسبة ضعيفة جدا. إذا وصلت هذه النسبة إلى 1%، سيكون الغاز بهذه النسبة جد سام، سوف لن يسمح باستمرار الحياة على وجه الأرض. إذا بعد أن تعرفنا على هذه الغازات المكونة للغلاف الجوي، دعونا الآن نتعرف على أهمية كل غاز من هذه الغازات المكونة للغلاف الجوي. إذا فنبدأ بنيتروجين الأزوت. ما هي فائدة الأزوت؟ لماذا؟ لأن الله لم يخلق هذه الأمور عبثا، إنما لحكمة، لهدف، لغرض. ما هي فائدة تواجد غاز الأزوت على الأرض؟ إذن هو ضروري لنمو النباتات. بدون وجود غاز الأزوت أو النيتروجين في الغلاف الجوي سوف لن تنمو النباتات، لأنها تحتاج إلى هذا الغاز. بالنسبة للأكسجين، كلكم تعرفون أن هذا الغاز ضروري لاستمرار حياة الحيوانات وكذلك حتى النباتات. إذا فنحن نعتمد أساسا على هذا الغاز لكي نتنفس. إذا ثاني أكسيد الكربون وكذلك ضروري للنباتات، لأن تمتصه أوراق النباتات الخضراء لتحوله فيما يسمى بالتركيب الضوئي إلى جميع المواد العضوية التي تنتجها النباتات كالسكريات والبروتينات والدهنيات. واضح؟ إذا ثم هناك غاز الأوزون الذي يتواجد في الطبقة العليا للغلاف الجوي، وهذا الغاز يحمينا من إشعاعات الشمس الخطيرة كالإشعاعات فوق بنفسجية، التي إذا لم يتواجد هذا الغاز غاز الأوزون لتسربت إلينا ووصلت إلينا بكميات كبيرة تتسبب في أضرار صحية خطيرة وستتسبب في انتشار مرض السرطان الجلد إلى آخره. إذا في ماذا يفيد بخار الماء الذي يتواجد أيضا في الغلاف الجوي؟ فهو ضروري. لماذا؟ لتكون السحب وسقوط الأمطار. ثم كذلك هناك ذرات صغيرة من الغبار في هذا الغلاف الجوي، وفي أي شيء فيه ذرات غبار لن تساعد في تكاثف الماء، لأن الماء الذي يتكاثف لابد من سطح صلب يتكاثف عليه الماء على شكل قطرات، ثم تتجمع القطرات لكي تصبح على شكل أمطار. إذن هنا أطلب منكم أن تنظروا إلى الجدول بتدبر وبإمعان، يعني سأطرح أسئلة، مع الأسف لن أحضر الجوائز، لكن المسؤولون سيسجلون أسماء الذين سيجيبون بشكل صحيح، وستتوصلون يعني فيما بعد بجوائزكم إن شاء الله. الجمل، الغلاف الجوي ضروري للتنفس الإنسان والحيوان لاحتوائه على أي غاز من هذه الغازات؟ من يجيب؟ تفضل. الأكسجين. سجلوا سجلية هذا. إذا السؤال، إذا غاز الأكسجين هو ضروري لتنفس الإنسان والحيوان.
ننتقل إلى السؤال الثاني الآن. الغلاف الجوي ضروري للنبات لاحتوائه على ثابت ثاني أكسيد الكربون الذي يساعد في عملية أي عملية تتأخر فيها؟ نعم. عملية التنفس. لا. عملية تقوم بها النباتات الخضراء. ماذا تحدث تفعل النباتات الخضراء عند امتصاصها لثاني أكسيد الكربون؟ قلنا أنها تحوله إلى ماذا؟ كيف تسمى هذه العملية؟ زين، وكيف تسمى عملية التحويل هذه؟ التركيب. زين، التركيب. الضوء إلى أن يحتاج هذه العملية التحويل تحتاج إلى ضوء، إلى أشعة. أثرت بشكل كبير سينتج عن تحللها هذا الغاز وارتفاع هذا الغاز، نسبة هذا الغاز في الغلاف الجوي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لأنه من غازات الدفئة. كذلك بخار الماء وأيضا يعني التواجد. أنتم تحسون بهذا الأمر عندما تكون السماء يعني غائمة، نحس بارتفاع درجة السمازات. مش اسمه خرقارس يعني الغبط، يعني الغبط السمازات يعني الغبط ميتيريا سينو، لأن السينو تشكل حاجز تجاه درجة الحرارة. قاعد كلكم كتفهموا شنو هذاك. إذا أخيرا هناك أكسيد ثنائي النيتروجين أو ثنائي أكسيد الأزوت. طبعا هناك غازات أخرى لكن أهميتها يعني أقل وتأثيرها أقل من هذه الغازات، فهي الغازات الأساسية في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض. إذا الآن ثم يكون هناك حتى غاز أوزون بنسبة أخرى. الآن تعالوا نتعرف على هذه الآليات التي تشتغل بها هذه الغازات، أو كيف تتسبب هذه الغازات في ارتفاع درجة الحرارة. تصوروا معي أنه لا وجود للغلاف الجوي ولهذه الغازات حول الأرض. ما الذي كان سيحدث؟ إذا ستصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض وستخترقها بشكل كلي، لأن ليس هناك غلاف جوي يعكس بعض هذه الأشعة ويمنعها من الوصول إلى سطح الأرض. ثم الأرض ستمتص هذه الأشعة وستحولها إلى أشعة تحت حمراء يعني حارة، وهذه الأشعة ستنعكس نحو الفضاء الخارجي دون أن تجد عائقا يرجعها ويعكسها من جديد نحو الأرض. ما الذي سيحدث؟ سوف لن ترتفع درجة حرارة الأرض، سوف يبقى سطح الأرض باردا بمعدل درجة حرارة هي 18 درجة تحت الصفر، وبالتالي سوف تستحيل الحياة على سطح الأرض. إذن هذه الغازات غازات الدفئة في الأصل كما خلقها الله عز وجل هي ليست ضارة كما يعتقد، هي ضرورية للحفاظ على درجة حرارة الأرض في نسبة مواتية أو مناسبة للحياة. وعدم وجود هذه الغازات ماذا يترتب طبعا كما رأينا؟ انخفاض درجة حرارة الأرض إلى 18 درجة تحت الصفر، الشيء الذي ستنعدم معه الحياة على سطح الأرض. إذا كيف كان الأمر قبل أن يتلوث الهواء وقبل أن يتسبب الإنسان في هذا المشكل؟ كان الأمر كالتالي، يعني كانت تصل أشعة الشمس نحو الأرض، جزء منها كان يعكس يعني ينعكس نحو الفضاء الخارجي بفضل هذا الغلاف الجوي، وجزء آخر وهو جزء مفيد يصل إلى سطح الأرض ليرفع من درجة حرارتها، والجزء الزائد من الطاقة الحرارية تعكسه الأرض خلال الليل، فجزء يخترق الغلاف الجوي وجزء آخر يعود إلى الأرض يعكس نحو الأرض لكي يحافظ على درجة حرارة متوسطها العام هو المعدل العام هو 15 درجة مئوية، وهذا المعدل السنوي معدل مناسب لاستمرار الحياة. بعد أن تعرفنا على التغيرات المناخية وتعرفنا على مجموعة من مسبباتها، الآن سنتعرف على نتائجها الوخيمة على الحياة بجميع تجلياتها على سطح الأرض. إذن من بين نتائج التغيرات المناخية هناك انصهار جديد وتناقص سمكه عند القطبين، وهذا ما تظهره
الصور صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين عامين 1969 و 2020. لاحظوا معي هنا كيف كان مساحة القطب سنة 1969 وكيف تناقصت مساحته سنة 2007 نتيجة لانصهار الجليد وهذا يشكل خطرا كبيرا لأن انصهار الجليد سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ارتفاع مستوى سطح مياه البحار، وإذا ارتفع مستوى سطح مياه البحر سيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى إغراق العديد من المدن الساحلية كما تبينه هذه الصورة المتحركة. لاحظوا أن كيف ينصهر الجليد ويؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيؤدي إلى اختفاء مجموعة من الجزر وإلى إغراق المدن الساحلية. واضح؟ إذن هذا من بين نتائج تغيرات المناخ. هناك نتائج أخرى ككثرة الفيضانات، هذا ما تشاهدونه في وسائل الإعلام كالأخبار، كثرة الفيضانات وكثرة الأعاصير، لاحظوا قوة هذا الإعصار في الولايات المتحدة، ثم شدة رياح عاصفية شديدة لم يسبق لها مثيل، ثم كذلك كثرة احتراق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ما لاحظتموه في السنوات الأخيرة في غابات غوربو، مؤخرا كل سنة تختلف مرة أو مرة مرتين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. إذن كذلك من بين نتائج انقراض كثير من الكائنات الحية، ويعني بحثت عن صور لبعض الحيوانات التي انقرضت في بداية القرن العشرين. هناك ما يسمى بطائر دودو وهو طائر أفريقي كان يعيش في كينيا ولم يعد له وجود الآن، ثم هناك نمر تازمانيا لم يعد له وجود قد انقرض، ثم هذا النوع من الحمر الوحشية التي كانت تسكن تستوطن الجزيرة العربية لم يعد لها وجود. إذن ومجموعة من الكائنات الحية الآن أصبحت تتناقص أعدادها بشكل مخيف جدا، كمجموعة من حيوانات أستراليا ومن حيوانات أفريقيا أصبحت أعدادها يعني لا تتجاوز الآلاف على سطح الأرض. ثم كذلك من بين نتائج ندرة المياه والتصحر، إذا أصبحت الآبار جافة، يعني بعض المناطق خاصة في أفريقيا وآسيا الجنوبية تعاني من الجفاف ومن ندرة المياه، هناك حتى بعض المناطق في المغرب يضطر أطفال في عمركم لقطع مسافات كبيرة من أجل البحث عن الماء، واضح؟ فكذلك زحف الصحراء، هناك مدن كبيرة ومزارع وحقول أصبحت تزحف عليها الصحراء وتغطيها برمالها، وأصبحت شيئا فشيئا تتحول تلك الحقول إلى صحراء قاحلة. إلى الحلول، يعني كيف سنقلل من خطورة هذه المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية؟ طبعا أنا أقترح ومجموعة من المهتمين أيضا يقترحون حلول يمكن أن نجمعها أو نصنفها إلى صنفين. هناك الحماية الإيمانية، فنحن مسلمون لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة بحثا عن حلول لمشاكلنا، وهناك أيضا الحماية المادية. باسم الإدارة، إدارة المؤسسة، إدارة مجمع مدارس مولاي محمد، باسم البيئة لمجموعة مدارس مولاي محمد، وباسم جميع أطر التربوية لهذه المؤسسة، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور العزيز علينا المحترم أستاذ الحكيم بلال وهو ابن المنطقة على تقديمه هذا العرض القيم حول تغير المناخ، و يعني لا شك انكم استفدتم كثيرا، ونشكره شكرا جزيلا، ونتمنى ان نستضيفه ان شاء الله في حصص مقبله وفي لقاءات مقبله ان شاء الله. و شكرا لكم وشكرا للدكتور عبد الحكيم بلال. للتلاميذ، المهم سبق وان ذكرت في مقدمه عرضي انني ابن هذا الحي،
وأرجو وأتمنى من الله عز وجل أن أراكم بعد بضع سنوات أطراً يعني أطراً يعني واعية بمشاكل البيئة ومن خلال موقعها كأطر تسعى إلى حماية بيئة منطقتنا وبيئة دولتنا ولماذا بيئة الكرة الأرضية كلها إن شاء الله.